في تونس عقيدتنا من حيث العقيدة، وأكثر الناس لا يعلمون هذا، نحن أشعريون وأكثر الناس لا يعلمون هذا، ثلاثة أرباع العالم الإسلامي أشعريون، المالكية والشافعية والحنفية وجزء من الحنبلية الأشاعرة. الأشاعرة تاب من هذه العقيدة. لا غير صحيح. أنت الآن دخلت في موضوع. خليني أكمل. لا يثار هذا. أن تقول تير السلفي هو من يتبع السلف الصالح فهذا غير صحيح. لا غير صحيح. لا يمكن أن نأخذ العلم مثلا من الشيخين ابن عثيمين وابن الباز الذي أولهما أحدهما إلى وفاته وهما معاصران يقول أن الأرض منبسطة وليست مكورة، والآخر يقول إلى آخر حياته يصر أن ليست اجتهادات، هذا خلل في أدوات التفكير. يقول ندخل صلب الموضوع، يقول أن الشمس هي التي تدور حول الأرض ولا العكس. نحن لا نأخذ العلم من أشخاص يحرمون على المرأة قيادة السيارة ثم يقولون نحن نتبع السلف الصالح، هذا ليس سلفا صالحا، ونحن لنا علماؤنا ولنا عقيدتنا. ما العلم أن هؤلاء يكفرون العقيدة الأشعرية وهي عقيدة سواد هذا الشعب دون أن يدري هذا الشعب. ثم هذا هو سبب ردة الفعل اللي كنت قمت بها خرج من الموضوع. أي صحيح بين قوسين.